ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو خلال الجلسة العامة للمجلس، وقدم رئيس مجلس النواب التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن بتغييرها مجرى التاريخ المصري الحديث بعد الإطاحة بجماعة إرهابية. بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة 30 يونيو. تلك الثورة العظيمة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن. إن ثورة 30 يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها. فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد. وتحية واجبة لجيش مصر العظيم وتحية واجبة كذلك لرجال الشرطة البواسل على ما قدمه هؤلاء الأبطال من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفقه الله لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير.